السلام عليكم، كي دايرين؟ في امان الله، كلشي مزيان؟ كديتو مع صحيحتكم؟ دابا درنا واحد الفلوق، خرجنا شويه من الروتين ديال الدار والطيابات وداكشي، وجينا لهنايا نصور معكم هاد البلاصه. هادي راه هذيك البلاصه هي هذاك الجبل اللي قبلتكم، انا كبرتكم التصويره. هذاك هو جبل الطريق. المهم هذا الميناء هنايا ديال سبته، راه هو اللي تيخرجوا لي باطو الخزيرات. هانتوما كتشوفوا معايا، خرجتكم معايا تسراو شي شويه وعينا، وخا البرد شي شويه، البرد مزيان، الريح وبغري الرفيقه هذاك الجبل ديال المغرب. هانتوما هذه الجهه الجنوبيه، هذه الجهه الجنوبيه، هذيك هنا الداخل فاش كيدخلوا الطونوبيلات وديك الشيء. هادي واحد ريستوران هنايا كياكلو هي السمك مشوي وداكشي اللي بغيتي فهاد البلايص. هادي هانتوما معايا كنتسراو. دابا حنا متواجدين فهاد الشارع، سميتو شارع لاس بالميراس، هي شارع النخيل. هنايا قبلت هاد البور هنايا، البحر هي هات. كما كتشوفوا هانتوما هاد الشارع كله كيتسمى لاس بالميراس ديال شارع النخيل. هاد الشيء اللي كاين، وهانتوما معايا من السوبر مارشي الكبار. كيوصلوا من هاد الطريق هادي، تخرج من السوبر مارشي الكبار، ندير واحد الدوره من هنايا. حنا هما ماشيين معانا، حنايا ماشيين وكنغويوكم. واحد القنطرة تما، هانتوما تشوفوا هادي هي البلاصة اللي قلت لكم الخرجة، ها هي من هنايا، كتجي الخرجة حتى من هنا كيخرجوا حتى الخزيرات. هانتوما معايا حنا ماشيين وكندورو. احنا خلينا سونترفيل عليه، سونترفيل فين كاين لي بوتيك، فين كاين سميتو، وجينا وضربنا هاد الدور هادي كلها من هنايا من هنايا من هنايا من هنايا من هنايا. حنا جينا لواحد القهوة جلسنا وطلبنا شوية ديال قهوة حليبة، ونار خدات الكريبس. المهم أحمد راه خدا كافي كوليتشي لي بوقاوا، أنا خديت أنا حليب بوقاوا مع واحد الحليوة، وهادشي لي كاين. وحنايا جلسنا شوية نرتاحو، جبناكم معانا وخرجو من ديك الروتين ديال الدار. عينا الدار معاك أنت 3 أيام ولا 4 أيام تشتا بزاف، مكنتش كنخرج كاع، هي الدار طاحت بزاف. والحمد لله الله يرحمنا اللي جات من عند الله، الحمد لله الله يرحمنا. المهم كما كتشوفوا حنايا جينا لهنايا نسترحوا مع راسنا شي شويه. هادي دابا راه شي 7:30 هكا، ايوا نستراجعوا شويه وندورو شويه والدنيا، نوريكم حتى الدنيا هنا عاوتاني كي دايره. هادي قهوه مغربيه كما كتشوفوا، دابا مغربيه هنايا شي معتبر يمكن الناس هذا، فعندهم الاكل حلال، عندهم كلشي حلال، عندهم لي زامبورغر، عندهم كلشي حلال. بغا يجي بحال دابا لهنايا راه جايه جيت البور، هي معروفة، والانسان يجيبها وليداتها هنايا. زعما يعني واحد الوقت ممتاز، وعندهم لاطيراس على برا كنا نجلسو فيها، ولكن مع البرد وداكشي مع الريح ديال البحر ما جلسناش فيها، دخلنا لداخل. واحد المنظر هائل. دابا هادي الرومبوا اللي كيدورو منها الناس، كيجيو الطوموبيلات ديالهم كيدورو من الجانب ليه، كلشي ديريكت حتى للفور. وهادي بوسيتا بحال الله العظيم بلي كتبان زوينه، احسن من النهار، احسن من النهار، احسن من النهار كتبان فنة. ايوا هادشي اللي كاين، خرجنا شويه نتفاجأو شوية، عيينا بالدار وتغمرينا، بقاو تشتاو البرد، ما
كتبان هذيك القبه هذيك راه الكنيسه هذيك كتبان تما ها هي اه ديك راه الكنيسه هذيك الكنيسه ديالهم كنيسه وهذا كله تيبقى هنايا هنا عندك المال اللي تيخرج البحر كنا شفنا قبايل كتبان زوينه الدنيا هنايا الضواوات كتبان فنة هذاك اللي تمايا كيعيطوا له ابن بطوطه البحري البحري اصلا مش واش يقرب لكم هذيك الرحاله الرحاله ها هو هذا الرحاله ابن بطوطه هنايا دايرين له محطوط تمايا قال تمايا كي كيتبرد مع راسو هذه هي بنتها اللي هنايا شحال هذه وهي كتقلب على راجلها ما لقى ملي حطوها ما كتقلب على راجلها ما لقاتوش هو تيقلب عليه ومازال ما لقاهوش نضحككم شي شويه وصافي هذه هذا الشارع حتى هو هنايا زويون حتى هو كرامبيا كيعيطوا له شارع زويون بزاف كبير كيعيطوا له هذه فيها غير الشركات وسميتو المكاتب ديال المحاميين وداكشي ديال لي موفي هي اللي كتحت عليا اللي كتبدا منها لو سونتر فيل هو هذا المهم دابا حنا طالعين الشارع هذا هو الشارع ديالنا اللي فيه ديك لي ماكازان ديال الماركات كلهم مزيانين هنايا كلهم هاد الشارع هذا معروف شارع كاي ريال راه معروف سميتو شي شارع كاي ريال المهم خرجتو معنا ضربنا دويره وضربنا هذا ايوا حنا دابا حنا قربنا للدار دابا جبناكم جبنا لهاد البليصه هادي تشوفوا هاد البليصه باش نختم معكم الفيديو ان شاء الله نتمنى الله باش تكون عجبتكم هاد الجوله هادي هادشي اللي كاين ونتمنى منكم ما تقلوش علينا باللايكات ديالكم اللايكات ديالكم والاشتراك وكنشكر الناس اللي كيديروا اللايكات بزاف بزاف والتعاليق ديالكم واللي كيدير الديزلايك يكتب لنا علاش كيدير الديزلايك هي يدير لنا تفسير يقول لك علاش شدي واش هاد الفيديو فيه شي حاجه باش نستافدوا منه واش درنا شي حاجه غلطه ولا شي حاجه اكتبها لي في التعليق لان التعليق كلهم اللي كيجيوني كيجيوني مزيانين الحمد لله ولا كنتي ديرها باش تيديرها غير هكا ولا فيديو واحد اخر شوف ولا ما كتعجبوش القناه ديالي ما يدخلهاش كاع ما يتفرجش فيها ما عندي غرض فيه انا يتفرج فيها ولا ما يتفرجش فيها الواحد كيدخل الحاجه اللي كتعجبو اللي ما كتعجبوش ما كندخلهاش مني وجبد وهادشي اللي كاين ما ندير لا ديزلايك ولا حتى شي حاجه وكل واحد يبقى على خاطره وكنخليكم على خير وبخير وبفيديو جديد ان شاء الله ومع السلامه شكرا.